على وسع الأراضي اللبنانية انتشرت الحواجز ونقاط تنظيم السير في اليوم الأول من بدء تطبيق قانون السير الجديد. وفي طرابلس كما في الجنوب نشرت مفارز السير حواجزها منذ ساعات الصباح الأولى، حيث عمدت إلى نشر نقاط تفتيش وتنظيم السير والطلب من المواطنين التوعية بوضع حزام الأمان، وكان تجاوب من المرأة.